حبايبي، تالت ثانوي الاخبار؟ انا عارف ان الامتحانات قربت، فاحنا طلعنا كده نتكلم مع حضرتك شويه قبل الامتحان. كلام عادي جدا، احنا مش طالعين نحل حاجه ولا طالعين نذاكر حاجه ولا اي حاجه من الكلام ده. ركز كده معايا بس الاول وسمي الباقي. بص يا دكتور، عشان بيجي لي رسائل كتير جدا ان انا بحاول مره واثنين وثلاثه بس الدنيا لسه، او الدنيا بتقل، او لسه مش لاقي النتيجه. وانا ممكن اتكلم على مادتي هنا واتكلم على الانجليش، ان انا مثلا يا مستر بحاول كتير احل قطاع بس الدنيا صعبة، أنا بجيب 3 من 8، القطعة اللي بعديها بجيب 4 من 8، أنا مش حاسس بحاجة. فتعمل إيه؟ أبطل خلاص؟ أصل الباب اللي أنا عمال أخبط عليه ده كده ومش بيفتح لي، فأنا خلاص بقى ما كده كده الباب مش هيفتح، فأنا هبطل محاولة. ده كلام غلط خالص، وكلام عكس كل المبادئ اللي عند حضرتك، سواء اللي أنت تربيت عليها أو مبادئنا الدينية أو أي حاجة. بص حبيب قلبي، خد النصيحة كده وخليها في حياتك وخليها في كل حاجة، في ثانوية عامة وبعد ثانوية عامة. مهما تخبط ولسه مش لاقي نتيجة، اعرف ان النتيجة دي هتبقى حلوة جدا بس ممكن تجيلك على المدى البعيد. انا ممكن افضل اجيب 3 من 8 في كل امتحانات المدرسين، وفي القطعة بتاعت اخر السنة اللي انت محتاجها اصلا تلاقي ربنا بيكرمك. وعلى فكرة انا مش بقولك كلام خيالي مثلا او قصص اسطورية او اي حاجة من الكلام ده، انت تقدر تسأل صحابك في كل دفعات السنين اللي فاتت، وتقدر تسأل ناس من صحابك جابوا مجموع وما كانوش راضيين بالمجموع ده، ودلوقتي بيحمدوا ربنا ان هم ما جابوش مجموع اكتر، لان هم البوزيشن اللي اتحطوا فيه كان هو اللي فيه خير ليهم. فمعنى الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ايه؟ دايما كده حتى في الكوره بيقول لك ايه؟ الجول اللي بيجي في اخر لحظه ده امتع بكتير قوي من الجول اللي بيجي في اول الماتش، لان انت بتفرح بيه قوي. ده اللي هو بيبقى فين؟ اللي بيبقى في الاخر. احنا في اخر المشوار بقى، فالتعب بتاع حضرتك دلوقتي ده اللي انت هتفتكره في الاخر. يعني انا اعمل ايه يا مستر؟ حضرتك قدامك دلوقتي 3 اسابيع على امتحان الانجليش مثلا، قول يا عم قدامك اسبوعين على امتحان العربي، 14 يوم. شوف ال 14 يوم دول فيهم كام ساعه، فيهم كام دقيقه، في كام حاجه انت ممكن تخلصها او ممكن تعملها. خلي بالك ان انت تبقى يعني تبقى انت لسه مش واعي كفايه لو حضرتك فاكر ان انت كل التعب ده عشان خاطر مجموع من رقمين في المية في الاخر. يعني انت فاكر ان انت بتتعب كل التعب ده عشان في الاخر تجيب 90 و95 و99 والكلام ده؟ ده كلام غلط خالص. التعب ده كله بس حبيب قلبي عشان تبقى انت راضي، وربنا يرزقك نعمة الرضا دي، تبقى انت واقف في مكانك كده راضي على اللي انت بتحققه. في ناس كتير جدا بتبقى محققة نجاحات كبيرة قوي وعاملة شغل عالي جدا ومعاها فلوس كتير جدا، ومع ذلك مش راضي ومش عايز حد تاني يبقى موجود. ده غلط. لازم يبقى عند حضرتك ثقافة ان انت تبقى راضي. طب انا امتى ارضى؟ لما اعمل اللي عليا. طب هل انت دلوقتي في اللحظه اللي انت بتسمعني فيها دي عامل اللي عليك؟ لو الاجابه لا فلسه في وقت، ولو الاجابه لا فانت خايف، فربنا مش بيعاملنا بالعدل بس، وتبقى برضو حضرتك مش واعي كفايه لو فاكر ان المعامله بالعدل بس. ربنا بيعاملك بالعدل وبالكرم. يعني يا مستر؟ يعني اليوم اللي فيه 24 ساعه ده اللي انت بتنام ال 24 ساعه دول 8 ساعات وبتضيع 4 ساعات تانيين، يعني بيتبقى لك في الاخر 10 ساعات مثلا ولا 12 ساعه في اليوم. ده اليوم ده ليلة الامتحان بيبقى فيه بركة انت ما تتخيلهاش. ده انت ممكن تخلص مادة وتخلص المادة وتراجعها وتعمل كل حاجة. هل ده العدل؟ لا، ده الكرم. انت لما تدخل جامعة كده مش بتلاقي اخواتك في الجامعة بيقعدوا على المادة بس يوم الامتحان ويخلصوها؟ ما ده مش عدل، بس ده كرم من عند ربنا. ليه؟ لان هو تعبان بيشقى بيسعى ففي نتيجة. ايه النتيجة دي بقى؟ ان ربنا بيرضى عنه فبيرزقك انت نعمة ان انت تبقى راضي باللي انت فيه. فزي ما قلت لحضرتك، الفترة اللي جاية عايزة من حضرتك سعي. افضل اسعى، افضل اتعب، حل كتير جدا من مصادر مختلفة بس يبقى ليها اجابات. اي حاجة في مادة الانجليش ما تترددش ان انت تبعت هنا على رسالة في الصفحة، وان شاء الله هيبقى موجود لحضرتك بوست كمان في كل المراجعات بتاعتنا على اليوتيوب تشانل بتاعتنا في المارك الانجليش، وانا موجود مع حضرتك لحد يوم الامتحان. بس الاهم من الامتحان ان انت تفضل فاكر الكلمتين دول دلوقتي وبعد الامتحان. اتعب يا شباب، اتعب وما تستناش النتيجة في لحظتها، اتعب عشان ترضى. ربنا يرزقكم الرضا ان شاء الله.